سمكة. السلام عليكم اعزائي في كل مكان، اهلا بكم حلقه جديده وزرع سنينه مع اقوى سماد ممكن نسمد به النباتات وقوي جدا جدا في تاثيره على الجذور، على الساق، على قوه الافرع الجانبيه، على قوه الاوراق. سماد غني جدا جدا بالاوميجا وبالفوسفور، وهو سماد بواقي تنظيف الاسماك. حتى الميه بتاع تنظيف الاسماك بيبقى فيها طبعا بننضفها بميه عاديه وبننضفها بخل، والبقايا بقى بتاعه التنظيف نفسه دي مفيده جدا 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 للنباتات. خلينا نشوف ان احنا ازاي نسمد بالبواقي او بالميه بتاعه التنظيف. هنجيبها وناخد شويه منها حلوين كده ونبتدي نروي بيها الزرع، وهي تقيله كده اهو، يعني مركزه، مش بروي بيها لحد اشباع الزرع، انا بحط بس كميه منها بسيطه كده، وبعد كده هروي الزرع عادي خالص بحيث ان انا يعني اخف المحلول وسمت كل النباتات اللي عندي ايا كان حجمها. وكل ما الحجم يكون اصغر للشتلة كل ما هتلاقي المفعول بقى واضح اكتر. كده انا خلصت كل المحلول، فاضل بقى البقايا الصلبة دي هنعمل فيها ايه؟ هنعملها كومبوست، هنبسنها عادي خالص زي الكومبوست بالظبط. وهنجيب تربة ميزة بقى المكونات دي ان هي سريعة جدا جدا في التحلل، ما بتاخدش اكتر من شهر بالكتير قوي، وبتمد التربة بعناصر مهمة جدا 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 للجذور والاوراق زي ما قلنا. وكده احنا سمدنا التسميدة التانية اهو بعد شهر علشان اديها دفعة الفوسفور والكالسيوم وبقية العناصر. هنشوف بقى شتلة الرمان دي، دلوقتي احنا داخلين على شهر 3، هتشوف شتلة الرمان دي هتبقى عاملة ازاي في نص 3 او في 1/4، يعني بعد اسبوعين او بعد شهر ان شاء الله في فيديو جديد. لحد هنا اعزائي في كل مكان نكون خلص حلقتنا النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم، شكرا، سلام عليكم.